بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه، وأشكره جزيل الشكر، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خير من خلق الله. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من برنامجكم لقاء الجمعة. والله نسأل أن يجعل كل حركاتنا وسكناتنا في ميزان حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. أحبتنا في الله، نقف في هذا الأسبوع المبارك ويقف شعبنا الجزائري مع مناسبة عظيمة، ألا وهي الدخول الاجتماعي أو الدخول المدرسي. سيعود أو عاد بالأحرى أولادنا وإخواننا إلى مقاعد الدراسة، وعاد المعلمون والسلك الإداري، وكلهم عزم على سنة مثمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نريد أن نقف في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله عز وجل في رسائل نبعثها إن شاء الله عز وجل للأولياء، كي يكون حرصهم على تربية وتعليم أولادهم، للمعلمين كي يحسوا بالمكانة العظيمة للمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم في تربية الأجيال، وللمتعلمين كي يعلموا قيمة العلم والتعلم. يسعدني بل ويشرفني أن نستضيف في هذه الحلقة المباركة فضيلة الدكتورة ايتشاوش دليلة. مرحبا بك دكتورة. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا على تلبيتكم للدعوة، سأل الله عز وجل يجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. بارك الله. أذكر إخواني المشاهدين، فضيلة الدكتورة ايتشاوش هي أستاذة بجامعة بجاية، أستاذتنا الفاضلة. ونحن مع هذا الحدث العظيم ألا هو الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي، يعني قبل الدخول يسبقه تحذير، تحذير من جميع النواحي، تحذير للأسرة، تحذير من السلطات، تحذير من السلك الإداري لهذا الحدث العظيم ألا هو الدخول المدرسي أو الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة مع هذا الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي نلاحظ أن هذه المناسبة في الحقيقة في الأسرة لا تقل أهمية عن الأعياد الأخرى، خاصة بالنسبة للأطفال. لهذا احنا يعني بالنسبة للدخول المدرسي يجب على الأسرة أن تحضر لهذه المناسبة، مناسبة عظيمة ومناسبة جميلة جدا، لأنها تحمل في طياتها معاني من خلالها يتم تهيئة النشأ لبناء هذا الوطن. في الحقيقة بالنسبة للدخول الاجتماعي يجب أن يكون مناسبة يحضر لها على مستوى الأسرة وعلى مستوى السلطات والمسؤولين بصفة عامة. على مستوى الأسرة يجب على الأسرة، يجب على الأب ويجب على الأم أن يهيئ الأبناء لهذه المناسبة. كيف يهيئهم؟ يهيئهم من الجانب المادي ومن الجانب المعنوي. الجانب المادي ينبغي أن يحضر يعني الأطفال، الأمر الذي يجذبهم للمدرسة أكثر والدخول الاجتماعي أكثر هو قضية مثلا اللباس الجديد والأدوات الجديدة، يعني لوازم المدرسية الجديدة. فينبغي على الأولياء أن يحضروا هذا الجانب، لأنه يولو اهتماما كبيرا بهذا الجانب، لأن بكل مستويات يعني الأسرة بكل مستوياتها يجب على الطفل أن يحس أن هناك شيء جديد، هناك مناسبة جديدة، هناك أمر ينبغي التحضير له كثيرا. والجانب المادي هذا مهم جدا جدا بالنسبة للأطفال. الجانب المعنوي هو أن الأسرة لابد أن تحضر الطفل أنه راه مقبل على مناسبة مهمة. كيف؟ لأنه إذا كان الطفل هذا لا يولي اهتمام للجانب العلمي، أو الأسرة لا تولي اهتمام للجانب العلمي، فإن الجانب المعنوي هذا راح يكون ناقص. لهذا هناك بعض الأسر تهتم بالجانب المادي أكثر، معنى هناك تحضير الأدوات، هناك تحضير الألبسة الجديدة، هناك، ولكن الجانب المعنوي مفقود، مجرد مناسبة وانتهى. أما بالنسبة للجانب الآخر وهو جانب المسؤولين والسلطات، فيجب عليهم تحضير وتهيئة الأرضية لانطلاق الموسم الدراسي. جانب المعنوي كذلك وجانب المادي. الجانب المادي
ينبغي تحضير الطاقم البشري الكافي، لأنه لاحظنا للأسف في بعض السنوات أنه الدراسة تنطلق ولكن هناك نقص مثلا في المؤطرين، ما كاش أستاذ في مادة كذا، ما كاش أستاذ في مادة معينة، فلا بد من تحضير الطاقم البشري، ولا بد كذلك من تحضير الجانب المادي، مثلا تهيئة المدارس وربما ترميم النقص وقضية النظافة خاصة في بعض المناسبات. فهنا يجب علينا أن نجذب التلميذ للمدرسة. في بعض احنا نلاحظ للأسف في بعض الدول أن المدرسة عبارة عن يعني متحف من جانب الألوان والزهور والورود، فهذا يجذب الطفل. أما أن يكون مجرد يعني هياكل جامدة، طاولات فقط وطباشير وسبورة، فهذا ينفر التلميذ. إذن احنا حبينا يعني نركز على أنه المناسبة هذه مناسبة لابد أن نولي لها اهتماما كبير. نعم. من كل جوانب. دكتورة، لو شئنا أن نبعث برسالة للأولياء، الأولياء هم المسؤولون الأولون يعني عن تربية أبنائهم وعلى تعليمهم، لو تحدثنا عن جزئية مهمة جدا، كثير من الأولياء يحرص على تغذية أولادهم وإلباسهم اللباس الجديد، لكن فيما يخص التعليم أو العلم قد نجد نوعا من عدم الحرص على تعليم الأبناء، فهل من رسالة يعني توجهونها للأولياء كي يحرصوا على تعليم أولادهم؟ نعم، بارك الله فيك. يعني أول رسالة نوجهها للأولياء هي الحرص على تعليم الأبناء، الحرص على تعليم الأبناء. هناك كما قلت من يكتفي بالجانب المادي، تغذية الطفل، لباس الطفل، ربما سفر الطفل والعطلة في مكان فاخر، ولكن الجانب العلمي هذا هناك يعني عدم اهتمام به. هذا يعني هناك جانب ربما أسر عدد بسيط لا يهتم بالجانب العلمي، ولكن الأغلبية كما نرى أنه يهتم بالجانب العلمي والتفوق العلمي لأبنائهم. ولكن هذا الحرص ينبغي أن ينبثق من بعض المعاني الدينية. فمثلا عندنا واحد القول وهو يعني هناك من يقول أنه حديث ولكن ليس بحديث، قضية يتحدث على أهمية العلم، فمن أراد الدنيا عليه بالعلم، ومن أراد الآخرة عليه بالعلم، ومن أرادهما معا عليه كذلك بالعلم. الأولياء عندما يؤمنون بهذه القاعدة، إذا أرادوا الخير لأبنائهم في الدنيا وفي الآخرة، وفي الدنيا وفي الآخرة معا، فعليهم بالعلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في إحدى المرات إلى المسجد فوجد حلقتين، حلقة ذكر وحلقة فقه، تعلم الفقه، حلقة ذكر وحلقة فقه، فأين جلس؟ جلس في حلقة الفقه. ثم قال إنما بعثت معلما، وفي رواية أخرى إنما بعثت معلما وميسرا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام حلقة التعلم وحلقة الفقه، ولم يختار حلقة الذكر. إذن من هذه النقطة لابد على الأولياء أن يهتموا بالعلم من هذا الباب اهتمام، لأن إذا أرادوا الخير لأبنائهم فعليهم أن يهتموا بهذا الجانب العلمي. كذلك في نفس يعني في نفس السياق لابد لهم من متابعة مسارهم الدراسي. إذا اهتموا بالجانب العلمي للأطفال لابد أن يتابعوا المسار الدراسي. كيف يتابعون المسار الدراسي؟ المسار الدراسي هذا طويل، خلال سنة كاملة تبدأ من سبتمبر إلى غاية جوان. لأنه في استسمعك، في أولياء لا يسألون إلا عن نتائج أبنائهم، يسألون في نهاية سنة شحال جاب يعني معدل لقو، لكن في خضم العام لا يتابع أولاده في هذا المسار. بالضبط، هذا هو الهدف من هذه الرسالة، متابعة الأولاد منذ انطلاق العام الدراسي، متابعتهم في طريقة حضور، كيف يحضر يعني كيف يحضر في المدرسة، المصاحبة حتى مصاحبة في المدرسة، قضية السؤال على سؤال الأساتذة على طريقة تلقي، طريقة تجاوب الطفل مع المعلمين. إذن هذه المتابعة لابد أن تكون، ليس ما نقولوش يومية ولكن على الأقل تكون شهرية، أنه ينتقل الولي أو ينتقل الأب أو تنتقل الأم. إحنا يعني للأسف المجتمع يعني بين قوسين الأم تحرص أكثر على متابعة الأبناء أكثر من الأب. المهم تكون متابعة، إحنا ما يهمناش، المهم تكون متابعة إن من طرف الأب أو من طرف الأم. فهذه المتابعة الدائمة للمسار العلمي للطفل في الأخير
تلقى النتيجة مرضية. أما أن يتابع الأب أو يتابع الأم النتائج النهائية فقط فهذه هي المشكلة. دكتورة فيها ثاني كذلك عنصر القدوة. نعم. يعني عندما يجد الطفل أباه وأمه يهتمان بالعلم وبالتعليم فيتبع أولياءه، فكما قيل زمانا إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. يعني وإن بالعكس وجدنا الأولياء لا يهتمون بالعلم فبالصفة يخرج التلاميذ أو الأبناء لا يهتمون بالعلم. نعم، هو عموما عندما ينشأ الطفل في بيئة وفي أسرة فيها علم، فيها اهتمام بالمطالعة، فيها الكتب موجودة، مكتبة في البيت، الأب يطالع أحيانا، الأم تطالع أحيانا، فهنا هذا الطفل ينشأ بطريقة تلقائية يحب العلم. أما إذا نشأ في بيت لا علاقة له لا بالدراسة ولا بالمطالعة ولا بالاهتمام بالجانب العلمي، فهنا عموما يظهر هذا التلميذ سوف لن يتبع طريق العلم. ولكن طبعا هذه ما هيش دائما قاعدة. نعرف يعني بعض يعني الشباب اللي جاء من ربما عائلة لا علاقة لها بالعلم. نعم. ربما الوالديه لم يسن لهم أو لم تسمح لهم الظروف بأن يتابعوا الدراسة، ولكنهم متفوقون في دراستهم. ولكن عموما احنا جهد الأولياء، الرسالة التي نوجهها للأولياء هو أن الأب والأم خاصة إذا كانوا متعلمين لابد أن يعطوا القدوة لأبنائهم في حب العلم وفي الاهتمام بالعلم، خاصة الآن. أنا نقول خاصة الآن لماذا؟ لأنه إحنا عندنا هناك إشكال آخر، مشكل آخر، قضية العولمة هذه وقضية الإنترنت وقضية الحواسيب وقضية البورتابل، الهواتف النقالة. فحتى الأولياء للأسف مهتمين بهذا الجانب، وحتى الأولياء الأب والأم تلقاهم في ربما في كل منهم يحمل الهاتف نتاعو ولا يحمل الحاسوب نتاعو نعم ينطلق في عالم افتراضي، والطفل يشاهد هذا. وعندما يقوم بنفس الشيء الوالد يقول له لازم تقرأ ولازم تأخذ كراسك وتأخذ الكتاب نتاعك، هو راه قدوة. إذا الأب والأم لازم يضحيوا في هذا الجانب حتى وإن ما عندهمش ميول، لازم الطفل يشوف هذا الجانب هذا حتى يتعلم. إذن هذه القدوة في هذا الجانب مهمة جدا، وهي تدخل في المتابعة، تدخل في المتابعة طبعا. والطفل يعني بالإضافة إلى هذه النقاط لابد له من تشجيع، تشجيع من طرف الأولياء، لابد له من تحفيز. التحفيز هذا يتم عن طريق الهدايا، عن طريق هو مش قضية أنه يؤمن أنه إذا درس لازم يكون هناك مقابل مادي، ولكن هو قضية الهدية، عنصر تحفيزي. قضية عنصر تحفيزي مهم جدا. فالطفل إذا على باله أنه بعد الدراسة بعد التفوق تكون هناك هدية، يكون هناك سفر، يكون هناك أمور يحبها، فهو هذا راح يكون محفز. كاين بزاف اطفال يبدا كانه ينيغوسي مع كي نجيب كذا المعدل كذا كيفاش، وكي نجيب معدل كذا واش ديروا لي، وين تديوني الى اخره. معليش، هو قضيه انه يحب العلم، معناتها الاولياء يجتهدوا باش يحببوا العلم للطفل، وهذا مجهود يومي. قال العالم فلان والطبيب فلان اجتهد وشوفوا احترام الناس ليه وشوفوا كذا، لازم يحب العلم، وفي نفس الوقت لازم تحفزوا، لانه طفل يحب الجانب المادي ويحب التحفيز ويحب الهدايا، فلا بد من التحفيز. والنقطة ربما الأخيرة اللي نتكلم عليها فيما يخص واجب الأولياء، أو هناك يعني طبعا نقاط كثيرة، قضية احترام الأولياء لرغبة الأبناء تخصص، يعني للتخصص. بس كاين تلاميذ يقراو أمور يعني ما يحبوهاش اصلا. نعم، اسمها خاصة يعني بعد البكالوريا، يعني بعد 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 البكالوريا احترام الميولات والمواهب. هذه نقطة بزاف حساسة، لأنه نعرفوا في الواقع أمثلة واقعية وين الأبناء فشلوا في الدراسة على جال هذا السبب هذا. نعرفوا أمثلة وين مثلا احنا عندنا في المجتمع للأسف تقول واش حبيت ولدك يكون، مباشرة يقول لك حبيته طبيب. اسماء هذا عندهم طبيب فقط، هذه اللي وكأنه التخصص الوحيد الموجود. طبعا هذه حاجة مهمة أنه يحب الطب، ويحب لماذا يحب الطب؟ مش يحب الطب من أجل المال، وإنما يحب الطب لمساعدة الآخرين. نجد أمثلة في الواقع وين نعرف بعض الأمثلة الواقعية. نعرف أنا يعني كانت زميلة أو زميلتين اللي تبعوا الطب بإيحاء، وكاين واحدة إجبار الوالد لها، إجبارها على الطب. هذه الطالبة نعرفها 10 سنوات وهي تدرس في الطب، وتعيد سنوات، تعيد لي موديول لي دات لي سيستم تاع لي دات الى اخره، حتى خرجت بدون شهاده. لا اله، وهي الان في وظيفه عاديه، وظيفه جد عاديه بالنسبه لي
مستواها. يعني طالبة أخرى نفس الشيء. نعرف الآن ربما الوالدة ستشاهد ربما هذه الحلقة، نعرف تلميذة ناجحة جدا مستواها رائع جدا ولكنها لا تحب مجال الطب، وهذه السنة إن شاء الله راح تجتاز امتحان البكالوريا، لكن الوالدة نتاعها تجبرها على الطب وتوصل لدرجة إلى أنها تعنفها، وتوصل لدرجة سمعت أنه ربما تضربها باش تقولها لازم تديري الطب، وهي عندها ميول اللغات والجانب الأدبي. ف يعني هذو الأمثلة نعرفوهم في الواقع، كانوا كي هذ الطالبات نتاع الطب كانوا كيدخلوا للديستاج يعني تربصات وكذا ويشوفوا الدم، كاين وحدة فيهم يغمى عليها. كيفاش يمكن تكون يعني الرسالة الأساسية احترام ميول أبنائكم حتى ينجحوا في اختياراتهم؟ دكتورة، هذه جملة من الرسائل والنصائح للأولياء. لو شئنا نتحدث الآن عن ركيزة أخرى من الركائز العملية التربوية، ألا وهي المعلم. المعلم يعتبر ركيزة أساسية، فهو القدوة وهو الذي يعجن تلك العجينة. فأردنا أولا أن نذكر الأستاذ أو المعلم بمقامه وبوظيفته الحقيقية وبتلك الأمانة التي أولاها له الله عز وجل وأولتها له الأولياء، فيعني مهمته عظيمة. طبعا طبعا الرسالة الأساسية التي ينبغي أن نوجهها للمعلم كما قلت، المعلم بعد الأسرة بعد الأب والأم يأتي دور المعلم، والأدوار في الحقيقة متكاملة. معناه أنه إذا كان عندنا معلم في يعني لديه مستوى رائع ويؤثر في طلابه، والأسرة تكون ما عندهاش هذه الأبعاد، من الصعب عليه أن يبني. وإذا كان العكس كذلك، الأسرة واعية وتعرف يعني كيفاش تغرس معاني العلم في أولادها، إذا لقينا المعلم كذلك ما عندوش هذا الوعي هذا، فراح نلقاو ثاني الدور ناقص، وبالتالي تكامل الأدوار هو الذي يؤدي إلى نتيجة. قضية المعلم يعني هو لبنة أساسية في تحبيب العلم للطفل. المعلم إذا كان يظن أنه الوظيفة نتاعو هي كالوظائف الأخرى فهو مخطئ. المعلم إذا كان يظن أنه الهدف من وظيفته هو تحصيل راتب في نهاية الشهر وكفى، راه مخطئ. المعلم إذا كان يظن أنه العمل تاعو كأي عمل لازم يعيد حساباته. المعلم إذا كان عنده هذه النظرة لا يجب عليه أن يمارس مهنة التعليم، لأنه سيضر أكثر مما ينفع. فالوظيفة المعلم أساسية، وظيفة المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا، فوظيفة الرسل والأنبياء، وظيفة المعلم هي وظيفة الرسل والأنبياء. فالمعلم يجب أن يؤمن أن وظيفته هي أساس بناء المجتمعات، وأنها مكملة لدور الأسرة، فهو الأب الثاني أو هي الأم الثانية. فإذا كان الأب يبني والأم تبني والمعلم يهدم، فلا حياة لمن تنادي. نقول هذا لماذا؟ من الواقع نجد بعض الأمثلة الرائعة للمعلمين في المدارس تاعنا، ولكن نجد بالمقابل أمثلة في الحقيقة لا علاقة لها بالتعليم. نجد أن من الأسباب الأساسية للتسرب المدرسي أحيانا ليس هي الأسرة، ليس هو الأب وليس هي الأم، وإنما هو المعلم. المعلم إذا كان ما عرفش الوظيفة تاعه، كاين بعض المعلمين للأسف، أنا نقولها من هذا المنبر وهو موجود في الواقع، لكن عندنا كذلك في جانب آخر عندنا أمثلة رائعة، ولكن احنا لازم نركز على الجانب السلبي حتى نصلح هذا الجانب. هناك بعض المعلمين اللي يكونوا سبب في تحطيم التلميذ، إما بشتمه أو بالتعامل بطريقة مميزة أو تمييزية بين التلاميذ، يتعامل مع التلاميذ بطريقة معناتها احنا كي كنا تلاميذ في بعض المعلمين يتعاملوا مع النجباء فقط، كاين واحد يعرف يقرا ويجيب دائما يتعامل غير معاه ويخلي الباقي، يقول خليهم يرقدوا خليهم في سباتي، وموجودة هذا موجودة لحد الآن. يتعاملوا مع النجيب، إذا كانوا يتعامل النجيب هذا جاء نجيب من الأسرة تاعو، ماشي انت لست انت من صنعته، ولكن الهدف الدور نتاعك هو مع اولئك التلاميذ، معهم جميعا ولكن مع اولئك التلاميذ اللي عندهم مستوى بسيط. بل الوقت يعني الاكثر لازم ينفقوا على التلاميذ الغير المجتهدين. نعم هذا هو الهدف، ولكن للاسف احنا نجد هذه المعامله هذه من طرف بعض المعلمين، وبالتالي هذا يعني في الحق لابد ان ندق ناقوس الخطر
في هذه النقطة هذه. فالمعلم ينبغي أن يكون قدوة. كي يكون المعلم قدوة خلاص معناتها بناء شخصية الطفل راح يتم بعد أن ما أن لاحظ القدوة مع الأب ومع الأم، راح يزيد يلاحظها مع المعلم، فأكيد راح نلقاو نتيجة باهرة ونتيجة رائعة. والدكتورة يعني قبل التعليم يعني في واحد مهمة أكبر منها ألا وهي التربية وغرس القيم. فيعني المنشأ الأول بعد الأسرة أين تغرس القيم وتربى الأجيال هي المدرسة طبعا. طبعا هي المدرسة. المعلم إذا لم يكن قدوة لا يمكن له أن يغرس أي قيمة. إذا كان يتكلم لهم على الأمانة هو لا يحافظ على الأمانة. هذا التلاميذ ما لازمش كما يقولوا استغباء التلاميذ. التلاميذ خاصة في وقتنا هذا التلاميذ شاطرين بزاف ويفهموا بزاف وأذكياء بزاف، فهم يلاحظون ويفرقون بين أستاذ وأستاذ ويفرقون بين معلم ومعلم. يلاحظوا أن المعلم يقوم بدوره كما يجب، يحب التلاميذ، يهتم بهم، ويلاحظوا باللي المعلم الآخر لا يقوم بهذا الدور. إذن إذا لم تكن أنت قدوة فلا داعي للحديث عن القيم. كيف ستغرس القيم وأنت لست بقدوة؟ القيمة أنت مفتقدة عنك عندك، وفاقد الشيء لا يعطيه. فهذه القيم التي ينبغي أن يغرسها المعلم عندنا مثلا النظام. إذا كان المعلم يتأخر في الوصول إلى المدرسة، وإذا كان المعلم لا يحترم، طبعا احنا نتكلم على المدرسة ونتكلم على الجامعات، يعني نعم هو في الحق شيء متكامل. إذا كان التلميذ ولا الطالب يلاحظ أن الأستاذ لا يحترم الوقت، يلحق متأخر ويخرج قبل الوقت، كيف نغرس في هذا الطالب أو هذا التلميذ هذه القيمة؟ كيف نغرس فيه حب النظام؟ لا يمكن له أن لا يمكن لنا أن نغرس فيه حب النظام. إذا كان التلميذ هذا يلاحظ أن الأستاذ يتعامل بطريقة تمييزية بين التلاميذ، ربما يتعامل لأسباب معينة نعلمها أو نجهلها، فهذا الطالب كذلك يتعلم هذا الخلق الذميم. وبالتالي رسالة المعلم مهمة جدا. ولكن المعلم هذا علاش أحيانا ما يعرفش القيمة هذه، القيمة التي أو هذه المهمة التي أسندت إليه؟ لأنه لا يعلم أن وظيفته من الأساس أمانة، وأنه مجبر على الحفاظ على هذه الأمانة. إن الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. وهذه أمانة لدى المعلم. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الأمانة أن الأمانة والرحم تقفان على جنبي الصراط. الأمانة والرحم تقفان على جنبي الصراط، فمن حفظ الأمانة ووصل الرحم نجا، ومن ضيع الأمانة وقطع الرحم هلك. إذن المعلم لو كان يخمم بهذه الطريقة لا يمكن له أن يضيع الأمانة، وسيحافظ على هذه الأمانة. لازم يكون عنده الوازع الديني، لازم الوازع الديني دون وازع ديني مستحيل أن يستشعر هذه المعاني. بالتالي الإنسان أو بصفة عامة أي موظف في الحقيقة إذا لم يكن لديه الوازع الديني لا يمكن أن يستشعر هذه الأمانة، لا يمكن له إطلاقا. تمام أستاذ الفاضل، لو شأن الآن وجه بعض النصائح وبعض الرسائل للمتعلمين للتلاميذ. أولا يجب على التلميذ أو إن صح التعبير عليه أن يعلم قيمة العلم وقيمة التعلم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى، من خلال تجديد نيته إن شاءنا نقول أن يجدد نيته ببداية كل موسم ويعرف مكانة الشيء الذي يقبل عليه. يعني كما وجهنا الرسالة للأولياء كما نوجهها للمعلم كما نوجهها للمتعلم كذلك. المتعلم أولا ينبغي أن يصحح النية. وكيف يصحح النية؟ احنا ربما الان نتكلم مع المتعلم الاكبر سنا، يعني لانه طفل صغير الرساله نوجهها لمن يتولى تربيته ولمن يتولى تعليمه. اما اذا بدا يكبر هذا المتعلم فنوجه له هذه النصيحه، هو تصحيح النيه. وتصحيح النيه هذه في الحقيقه اذا كان المتعلم لم تغرس فيه هذه المعاني من طرف الاولياء ولم تغرس فيه هذه المعاني من طرف المعلم لا يمكن ان تكون لديه هذه المعاني. تصحيح النية إذا عرف، عندما يعرف المتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، عندما يعرف هذا المعنى الجميل هذا سوف يدرس وهو ينوي أنه في عبادة، سوف يدرس وأنه يعني كل حرف راح يأخذ عليه أجر، سوف يدرس وهو ينوي أنه سوف يخدم هذا المجتمع،
سوف يقدم المساعدة للآخرين، سوف ينقذ المرضى إذا كان عنده نية أنه يكون طبيبا، هذا هو المقصود. إذا لابد من تصحيح نية المتعلم، وطبعا إذا كان الوالدين ما يعرفوش هذه النوايا وإذا كان ما عندهمش هذه النظرة للعلم فلا يمكن لهم أن يغرسوا في المتعلم هذه الفكرة. ولكن إحنا ما نفقدوش الأمل في مستويات أعلى، مثلا في الجامعة، مثلا عندما نتحدث للطلاب، الطلاب كنقول لهم ما هو هدفك من التعليم؟ للأسف واش نلقاو؟ نلقاو نظرة سلبية، يقول لك رانا ندرسوا وخلاص، المهم نجيبوا دبلوم، المهم الشهادة في الأخير. هذه النظرة هذه السوداوية، هذه النظرة السلبية من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها أولا من الوالدين، وجاءوا بها ربما من المعلم، وجاءوا بها من الشارع، وجاءوا بها من كل ما يحيط بهم. فإذا إذا كان عندهم هذه النظرة السلبية ينبغي أن تصحح. وفي أستاذة يعني كثيرا من الناس يهتمون بالعلم، بالتفوق العلمي، وإن كان شيء مهم وشيء إيجابي وشيء نحتاجه، لكن قليل من يهتم كذلك بالتفوق الأخلاقي. الرسالة اللي نوجهها إذن تفوق علمي وتفوق والتفوق الأخلاقي. فالعلم بدون أخلاق ففي الحقيقة لا يمكن أن نصل به إلى ما نريد. الشاعر عندما قال لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، والعلم إن تكتنفه شمائل تعليه كان مطية، إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. فهذا العلم إذا كان الطالب ما علمناش كيف يتفوق أخلاقيا فلا يمكن له، حتى التفوق العلمي لا يمكن له. احنا عموما عندما نلاحظ ليماج دو برومون، نلاحظ المتفوقين، نلقاهم دائما من الطلبه المتفوقين اخلاقا. طبعا عمرنا ما شفنا واحد يعني ربما دار ديديغا ودار ربما جاز في مجالس تاديبيه وكان ربما عنده الاخلاق ناقصه الى حد ما، مستحيل نلقاه في مراتب عليا من في الجانب العلمي. وبالتالي الذي يتفوق علميا هو المتفوق من الأساس أخلاقيا، وهذه أثبتته التجربة. دائما نجد المتفوقون يحترمون العلم، يحترمون المعلم، لأنه هذه كذلك رسالة ينبغي أن نوجهها للمتعلم، هو احترام المعلم. في للأسف يعني ما يدمي القلب أحيانا نجد أن أحيانا المعلم ربما يتعرض لبعض الاعتداءات وبعض الانتهاكات من طرف من؟ من طرف المتعلم. هذا المتعلم لماذا؟ وجد من يشجعه، ربما من الأولياء، ربما صارت حوادث كثيرة قرأنا عنها أنه معلم تعرض للضرب ومعلم تعرض للشتم، وهذا موجود للأسف. إذا من الرسائل التي نوجهها للمتعلم هو أن يحترم المعلم ويبجل هذا المعلم، لأن حتى الحكمة تقول من علمني حرفا أكون له عبدا، ليعلمك حرف واحد فما بال يعني المعلم ربما اللي يقضي معك سنة كاملة وربما يقضي معك سنوات. كاين بعض في الابتدائي مثلا بعض المعلمين ياخذوا القسم من السنة الأولى إلى غاية الشهادة الابتدائية. وبالتالي لابد أن نؤمن احنا بهذه القاعدة الذهبية، احترام المعلم هي في الحقيقة من الأخلاق ومن التربية التي من يبثها في الطفل هم الأولياء. لا يمكن للطفل أن يحس بهذه القيمة إلا إذا كان الأب والأم يغرسون فيه هذه القيمة وفي ضرورة احترام المعلم. هذا هو يعني بصفة عامة الرسائل التي نوجهها للمتعلم. بوركتم سيدتي على الكلمات النيرات في الأخير، يعني كلمة أخيرة توجهنا بهذا المناسبة الكريمة. يعني في الحقيقة يعني ما زلني مع الأولياء، لأنه نركز دائما والدور الأساسي هو للأولياء. هذه الأولياء عندما وجهنا لهم رسالة، الرسالة اللي وجهناها لهم أو الرسائل التي وجهناها لهم لا يمكن أن تثمر إلا إذا هم غيروا نظرتهم للعلم. إذا كان الوالدين أصلا نظرتهم للعلم متشائمة، ولا نقولوا يقولوا برك أقرأ، شوفوا يعني بعض البرمجات السلبية التي توجه للطفل. أحيانا الوالدين يقولوا أقرأ باش تخرج، باش تروح للخارج وتكمل، أقرأ المهم تجيب الشهادة، أقرأ فقط هنا ما تبقاش هنا. وتلقاهم دائما يحثوا الأبناء يعني للدراسة من أجل الذهاب للخارج. فإذا كان الوالدين يخموا بهذه الطريقة، كيف يمكن لنا أن نوجه ونحبب العلم لهؤلاء الأطفال؟ إذن قبل ما نغيروا نظرة التلاميذ ونظرة الأطفال للعلم، لابد للأولياء أن يغيروا نظرتهم للعلم. هذه هي الرسالة التي أوجهها في الأخير. بوركتم بارك الله فيك أستاذتنا الفاضلة على هذه الكلمة النيرة. نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله عز وجل.
إخواني أخواتي، قد وصلنا لختام هذا اللقاء المبارك. نتمنى أن تكون حلقة مفيدة نستفيد منها العظات والعبر، ونتمنى أن تكون هذه السنة سنة مثمرة وسنة علم واجتهاد وحرص وسنة نجاح للجميع إن شاء الله. موعدنا معكم إن كتب الله عز وجل في اللقاء القادم الأسبوع القادم أحيانا الله عز وجل. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.